السلام عليكم، ده الفيديو رقم 4 في ريلز بالعربي. الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن ازاي ان احنا نعمل نيو ابلكيشن. الابلكيشن ده عشان نعمله كرييشن بنفتح التيرمينال او الكوماند لاين. لو انت على ويندوز، ادي الكوماند لاين بتاعتي. انا فاتح فولدر اسمه تاتس، حاطط فيه الحاجات الخاصة بالكورس، وهنا برضو ان شاء الله هعمل كرييت للبروجكت اللي احنا هنشتغل عليه. البروجكت اللي احنا هنشتغل عليه هيبقى عبارة عن CMS او Content Management System. الكونتنت ده ممكن يبقى اي حاجة، ممكن يبقى صور، ممكن يبقى كلام، ممكن يبقى documents مثلا PDF، ممكن يبقى اي حاجة. فانا هعمل Rails New واكتب اسم الابليكيشن، ولازم اكون متأكد من اسم الابليكيشن ما عادش غير فيه، لان Rails بتعتمد على اسم الابليكيشن ده، بتستخدمه في كونفيجريشن كتير جدا. هي بتعمله على اساس هذا الاسم. فبكتب CMS، تمام. ممكن ان انا في اوبشنال، لما انا احط حاجه كده في اقواس مربعه، حاطط اوبشن اسمه داش دي. داش دي ده اختصار لداتابيز، وبكتب الداتابيز تايب. الداتابيز ده هو المكان اللي بحط فيه الداتا بتاعتي اللي هي التكست داتا، تمام. في انواع كتير للداتابيز، في ماي سيكوال، في سيكوال لايت، وفي بوست جريس. فانا بكتب النوع ده بعد داش دي. بس لو سبتها فاضيه كده ودوست انتر، هو هيعتبر ان انا عايز استخدم سيكوال لايت. ده الديفولت بتاع ريلز. هي سيكوال لايت دي داتابيز خفيفه خالص، زي شبه برضو ماي سيكوال، بس ايه، هي اخف وبرضو هي اسهل في التعامل عن ماي سيكوال. ادوس انتر كده، هلاقي ان هو عمال بينستول شوية حاجات وشوية فايلز اهو، تمام. وهنزل كمان هلاقي ان هو عمال بيعمل لي شوية جيمز. هنتكلم بالتفصيل الممل عن الجيمز دي قدام. هلاقي ان في كذا جيم نزل هاي اكتف جوب اكشن باك، في اكشن فيو. احنا اتكلمنا عن اكشن فيو دي قبل كده، قلنا ان هو بيستخدمها لما بيتعامل، دي بيحتاجها عشان يحط الهيلبرز بتاعت الفيوز. وعندنا في كافي سكريبت اللي عارف جافا سكريبت، وفي اكتيف موديل، ده الموديل اللي هو بيبقى مسؤول عن التعامل مع الداتابيز. في حاجات كتير جدا. دي الجنريتد، في جنريتد فايلز ممكن نشوفها. لو انا بصيت كده هلاقي ان هو ننظف الشاشه، هلاقي ان هو عمل لي فولدر، طبعا تكست وفيديوز ديت حاجات خاصه بالكورس. سي ام اس ديت الفولدر اللي هو عمل لي كرييشن. هو بيعمل بنفس الاسم بتاع الابلكيشن، بيعمل فولدر خاص بيه. فانا لما اروح على الفولدر ده سي دي سي ام اس، دلوقتي انا جوه الفولدر. لو انت على ويندوز الموضوع بيبقى، لو انت بس عايز تليست حاجات الفولدرات على ويندوز بتكتب دي اي ار، لو انت على لينكس بتكتب ال اس داش ال اي، وفي حاجات بتختصرها او بتعمل الياس ليها بتبقى ال ال. فانت هتشوف كده المكونات او المحتويات بتاعت الفولدر الخاص بالابلكيشن بتاعنا. هنلاقي في فولدر اسمه اب، ده طبعا بيبقى فيه كل الكود اللي احنا بنكتبه بايدينا. وفي فولدر فيه كونفيج، ده فيه كونفيجريشن. والداتابيز ده بيبقى فيه الحاجات اللي هي بتعبر عن الداتابيز تيبلز. وفي شويه حاجات هنتكلم عنها بالتفصيل، بس ده احنا هنا كده لحد دلوقتي عرفنا ازاي نكرييت نيو ابلكيشن بريلز. المره الجايه ان شاء الله هنكمل كلامنا ازاي نرن الابلكيشن ده. لا، سلام عليكم.